أجمل لحظة في حياتي نهار زاد وليدي إياد، وعلى قد ما كنت فرحانة كنت أمام تحدي باش نكبر وليدي كما يلزم. الشي اللي خلاني ندير بالي مليح على صحته، أرضاعة ديالو ووقت رقاده، وحتى الماكلة تاعو كانت تحدي بالنسبة ليا، وأهم حاجة عندي هي التلقيح ديالو واللي كنت حريصة باش نديره له في وقته من نهار اللي زاد. وبفضل هذا اليوم راني فرحانة كي شفت وليدي يمشي أول الخطوات. يكبر ولادنا ليه ليه، وباش نضمن صحتهم التغذية والنظافة والنوم ما تكفيش وحدها، لازم نقوي مناعتهم بالتلقيح اللي راح يحمي أجسامهم من الأمراض. صحة أطفالنا بين يدينا.